أحبتي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية، وتكون خير بداية هي التأمل اليوم من الكتاب المقدس. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد في تأمل جديد والكتاب المقدس وآية اليوم. كمان نبغى نتكلم اليوم مع بولس. وأما هم بولس وبرنابا فجازوا من برجة وأتوا إلى أنطاكيا بيسيدية ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا، وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين: أيها الرجال الإخوة، إن كان عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. فقام بولس وأشار بيده. أعمال الرسل 13 لآيات 14 إلى 16. أشجعك تروح الحين على البيت بعد هذه الحلقة وتقرأ هذا الإصحاح للأخير، تلاقي أنه بولس يتكلم مع الشعب اليهودي هناك وفي داخل المجمع عن مين؟ عن المسيح يسوع الناصري. وهذا الموقف يذكرني موقف صار معي في الجامعة اللي كنت أدرس فيها الدكتوراه، حيث يوجد مركز للعبادة يستخدمه الطلاب من مختلف الأديان بحكم أننا عايشين حنا في دولة ديمقراطية. فأنا رحت على هذا المركز يوم الجمعة وقت صلاة الظهر ولقيت بعض الطلاب السعوديين المسلمين هناك، فسألته: هل هناك من يخطب بكم الجمعة؟ فقالوا: لا، حنا نصلي الظهر. قلت لهم: تبغوني أخطب فيكم الجمعة؟ فقالوا: يا ريت. قلت: يلا. فصرت أحدثهم عن المسيح وإيش سوى المسيح وكيف كان المسيح يشفي المرضى ويقيم الموتى وكيف المسيح تجسد وصلب ومات وفي اليوم الثالث قام. وطول الخطبة كنت أخطبهم عن المسيح علشان تتحقق نبوءة في الكتاب المقدس تقول: انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا وهلكوا، لأني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. أعمال الرسل 13:41. كالمعتاد، مثل ما صار إنه المدينة كلها اجتمعت عشان تسمع بولس حسب الآية 44، هم بعد صار معي واجتمع عندي الطلاب من مختلف الأديان حتى الملحدين كمان عشان يسمعون قصص المسيح، لأنهم كانوا يقولون إنهم يفرحون لما يسمعوني أتكلم معهم عن المسيح يسوع. لكن في نفس الوقت هناك فئة حاقدة تنقهر لما تشوف الناس تفرح حسب الآية 45-46، ونفس الشيء صار معي. هناك من حاول إيقافي بشتى الوسائل، اللي حاول يشتت انتباه السامعين عني أو البصق في وجهي أو محاولة قتلي أو حط لي السم في الأكل. لكن أعود وأقول: هكذا أوصاني الرب، قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. أعمال 13:47. فهل تم إقحام أحد لتشتيت انتباه عن كلامك أو محاولة إيقافك وأنت تبشر بالمسيح أو تنشر هذا المقطع؟ فإذا صار معك هذا فأعلم أنك في الطريق الصحيح، وبركة المسيح معك اليوم وكل يوم. آمين.
أعمى والآن أبصر، كنت تايه ولقي طريقي وبالنعمة ربي قال لبشر لك خلاص وسلام حقيقي. أنا كنت أعمى والآن أبصر، كنت تايه ولقيت طريقي وبالنعمة ربي قال لبشر لك خلاص وسلام حقيقي. بيسوع في يسوع، بيسوع في يسوع، أشكرك كل أيام يا رجايا وسلام، أشكرك كل أيام يا رجايا وسلام، منك راحت منامي، منك راحت منامي، وكل عصير بيسير. كنت أعمى كنت أعمى والآن أبصر. سلام يفوق العقول وفرح دايم يطول، بكل كلمة يقول يعزي قلبي في ضيقي. سلام يفوق العقول وفرح دايم يطول، بكل كلمة يقول يعزي قلبي في ضيقي. يسوع 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 يسوع، أشكرك كل أيام يا رجايا وسلامي، أشكرك كل أيام يا رجايا وسلامي، منك راحت منامي، منك راحت منامي، وكل عصير انت يسير. كنت أعمى كنت أعمى والآن أبصر. هو عيش لك ممنون فضلك يا فادي الكون، وبعترف مديون يا حقي ونوري وطريقي. وعيش لك ممنون فضلك يا فاتي الكون، وبعترف مديون يا حقي ونوري وطريقي. يسوع 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 يسوع، أشكرك كل أيام يا رجايا وسلامي، أشكرك كل أيامي يا رجايا وسلامي، منك راحت منامي، منك راحت منامي، كل عسير انت يسير. كنت أعمى أنا كنت أعمى والآن أبصر، كنت أعمى والآن أبصر، كنت تايه ولقيت طريقي وبالنعمة ربي قال أبشر لك خلاص وسلام حقيقي. بيسوع في يسوع، بيسوع في يسوع، أشكرك كل أيام يا رجايا وسلامي، أشكرك كل أيام يا رجايا وسلامي، منك راحت منامي، منك راحت منامي، كل عسير انت يسير. كنت
أعمى أنا كنت أعمى والآن أبصر. أحبتي في المسيح، أحييكم في فقرة جديدة من قضايا وحلول. وقضية اليوم هي الرشوة. الرشوة هي دفع هدية مالية أو عينية لشخص ذو منصب علشان يغير القانون أو يكسره لصالح مقدم الهدية. طبعا حيجي أحبتنا المسلمين ويقولون طب الرشوة حرام عندنا يا دكتور. طبعا حرام عليهم، وأقول طيب ليش هي منتشرة عند الدول الإسلامية ونادرة عند بلاد الغرب والكفار؟ سؤال. في مقالة بجريدة عكاظ يوم 14/11/2016 تقول تحت عنوان فاجعة جدة وشقة الإسكندرية، تسلط الضوء على مسؤول سعودي مرتشي لتمرير مشاريع تصريف صحي دون المواصفات المطلوبة مقابل سيارات فارهة ومرتبات وأشياء أخرى. والنتيجة هي إيش؟ وفيات ناس أبرياء من جراء فيضانات جدة. المشكلة أنه لم يشهر به وما نعرف اسمه هذا المجرم، وتم تغريمه ب 300,000 ريال، يعني أقل من قيمة سيارة من سيارات اللي يملكها. طبعا ما يقول اسمه بغرض الحفاظ على سمعته، لكن الحقيقة أنه ذكر هؤلاء الناس سيمحى من التاريخ ومن ذاكرة البشر. تعرف أنه الكتاب المقدس وصف هؤلاء البشر بكل دقة؟ اسمع الآية التالية تقول رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالأجرة وأنبياءهم يعرفون بالفضة وهم يتوكلون على الرب قائلين أليس الرب في وسطنا؟ لا يأتي علينا شيء. ميخا 3:11 تماما مثل ما يقولون هذه الأيام، مش حنا عايشين في بلاد الحرمين ما يجينا شر، ويبررون لأنفسهم الرشوة ويقولون الرسول قبل الهدية. شفت كيف تعاليم الإسلام مثل الشرك أو الطعم تجر رجلك للرشوة والرزيلة بشكل غير مباشر، وبعدين تتعاقب ليش؟ علشان تفضل تحت السيطرة. طيب طبعا هناك الكثير من الآيات التي تحرم الرشوة في كتابنا المقدس، وهناك وعد من الرب لكل من يرفض إيش الرشوة. إيش هو هذا الوعد؟ اسمع كلام الرب وهو يقول لك أنت السالك بالحق والمتكلم بالاستقامة الرازل مكسب المظالم النافض يديه من قبض الرشوة الذي يسد أذنيه عن سمع الدماء ويغمض عينيه عن النظر إلى الشر. هو في الأعالي يسكن حصون الصخور ملجأ، يعطى خبزه ومياهه مأمونة. هذا بسفر أشعياء الآية إصحاح 33 الآيات 15 و16. فتعالوا جميعا نكون روح واحدة ونرفض هذه الأمور الشريرة ونرفض الرشوة. والرب يبارك كل من يسمع أقوال كلام الرب ويطبقها في حياته. آمين. Thank you.
أعزائي المشاهدين، يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. تعتبر فكرة تجسد الله أكبر عائق عند المسلمين في قبول بشارة السيد المسيح، ويعتبرونها إهانة للذات الإلهية، فالتجسد لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فهو منزه عن مجانسة أو مشابهة مخلوقاته. فالإسلام يرفض فكرة تجسد الله بأي حال من الأحوال. وبصراحة أنا ما أعرف أي سبب يمنع الله من التجسد في صورة إنسان إلا فكرة المسلمين أنفسهم في رفض التجسد. فإذا كانت الملائكة والشياطين وبحسب المفهوم الإسلامي تقدر تتجسد وتتعامل مع الناس بصورة بشر، فكيف الله نفسه ما يقدر؟ فنشوف المسيحية متصالحة مع الحقيقة وعارف قوة الله ومحبته الغير محدودة، فعظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. أما أخواننا المسلمين فيرفضون بشدة فكرة التجسد، فالله غير محدود ولا يليق فيه التشبه بمخلوقاته، علما أن القرآن والسنة فيهم الكثير من الأدلة الواضحة والدامغة على تجسد الله وتشبهه بالبشر. فالقرآن يذكر إن لله صوت بشري تكلم به مع موسى، فالآية تقول وكلم موسى تكليما، بل ناداه من جانب الطور الأيمن، والنداء هنا يعني الصوت العالي المرتفع. وبنفس الصوت الله نادى آدم في الجنة وتكلم معاه، فهل الله هنا ما تشبه بمخلوقاته؟ طيب، كلم الله موسى بصوت بشري ودار بينهم حوار، وكان الله موجود في نفس المكان والزمان مع موسى، والدليل كلام الله له إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، يعني وجود الله في المكان قدسه. فهل كان الله موجود ومحدود في مكان تواجده مع موسى بس، وباقي الكون ما كان له إله ولا رب؟ طيب، تذكر قصة الإسراء والمعراج، إن النبي كان يروح ويجي بين الله وموسى رايح جاي، فهل هذا يعني إن الله كان محدود في مكان معين بس؟ وهل هذا يتناقض مع طبيعة الله وقدراته؟ طبعا لا، فالله قادر على كل شيء سبحانه، كما يذكر القرآن إن لله ساق يكشف عنها يوم القيامة، فالآية تقول ويوم يكشف عن الساق، ويوم يكشف عن الساق. وفي حديث عن أبو سعيد الخدري قال سمعت النبي يقول يكشف ربنا عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة. ويذكر القرآن والأحاديث الصحيحة إن لله وجه ينظر له أهل الجنة عيانا بيانا كوضوح الشمس، وجه الله الباقي بعد زوال كل الأشياء، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهم نشوف إن لله يد، يد يمنى وأصابع يقبض الله بها الأرض، فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فالجبل دك وذاب في الأرض وخر موسى صعقا عندما تجلى من الله جزء صغير بمقدار خنصر، مثل ما تذكر لنا جميع الأحاديث والتفاسير الصحيحة. ونفهم بعد من بعض الآيات إن لله عرش، فتقول الآية ثم استوى على العرش، وفي ثانية تقول الرحمن على العرش استوى، ويوصف العرش بأن له قوائم وأعمدة، يستند النبي موسى على واحد منها يوم القيامة بعد صعق الناس. وأكيد كلنا نعرف إن لله كرسي، فهو موطأ قدميه مثل ما يؤكد كل المفسرين، مكان الكرسي فوق السماء وتحت العرش، وتقدرون ترجعون للتفاسير
وبحثوا عن الآية اللي تقول وسع كرسيه السماوات والأرض، إذا حابين تتأكدون من كلامي. فهل هذا يعني إن استواء الله على العرش يحد الله في مقام وجوده بس، أو هل لله جسد عشان يجلس على كرسي؟ وعلى فكرة ترى مش بس الصفات البشرية أو الجسدية وحدها اللي تشبه فيها في القرآن، اللي تشبه الله فيها في القرآن، لكن هم ينسب لله مشاعر إنسانية مثل الغضب والكره والبغض. فالقرآن يقول إن الله لا يحب كل مختال فخور، وإن الله لا يحب الفرحين ولا يحب المستكبرين، وإن الله يحب الصابرين والمحسنين والمقسطين. ونشوف إن لله أسلوب وسلوك بشري، يضحك ويتفاخر ويتباهى ويمكر وينتقم ويكيد ويعادي. وبعد كل ذا الكلام نقول إن الله لا يتجسد، ونكفر أي إنسان يقبل بفكرة التجسد، ونبيح دمه وماله وعرضه. فإذا كان الله عندنا له صوت ووجه ويد وأصابع ورأس ومشاعر وساق وكرسي، أجل شو اللي باقي؟ يكره ويحقد ويمكر وينتقم، وكل هذا عادي وما فيه أي مشكلة. أما يتجسد ويحب ويخلص ويفدي، فهذا مرفوض، كفر وصفات لا تليق بالله سبحانه. أعزائي المشاهدين، لا يقلل من قدسية الله أن يتجسد، لا ينقص من كماله أن يكون على صورتنا ومثالنا، لا يؤثر في قداسته أن يعيش بيننا، لكن لا يليق بالله أن يكون غدار، مكار، منتقم، جبار، متجبر. لا يليق بالله أن يكون ظالم أو طلاب دم. لا يليق بالله أن يغصب الناس عليه وهو العزيز. أرجوكم حاولوا تعرفون ربكم زين وتأكدوا منه، ترى احتمال وارد جدا تكتشفون أن التجسد أرحم بكثير من صفات ما تعرفونها عن إلهكم. وفي ختام كلامنا الودي، أتمنى لكم أسبوع جميل وموفق، وفرصة جديدة تتعرفون فيها على السيد المسيح. وفي أمان الله، والله يرعاكم. شكرا. مشاهدينا الكرام، والآن وصلنا إلى فقرة الاختبارات. اختبارات يعني الناس اللي تركوا الإسلام وصاروا مسيحيين، كل واحد يعطينا قصته ليش صار مسيحي، هذه نسميها اختبار. فهذا الاختبار وصلني من السعودية، من واحد من السعودية يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أعتذر عن التأخر في الرد دكتور خالد. قبل قرابة 3 أشهر كنت في تواصل مع زوجتي التي تتواجد في المغرب مع 2 من الأبناء مقيمين هناك، وكان التواصل تقريبا شبه يومي، بينما تفاجأت بقولها لي أنها اعتنقت الديانة المسيحية منذ فترة، ولم ترغب هي ما لم ترغب في إخباري بذلك، وكان ذلك الأمر بالنسبة لي شيء غير متوقع وغير مقبول، ولكني لم أفقد أعصابي في التعامل معها أو اتخاذ أي أمر غير سليم، وإنما قررت اتخاذ أسلوب الحوار والإقناع. وقد طلبت مني أن أبحث وأقرأ عن المسيحية، ديانة السلام والمحبة والتسامح، وقد قررت بعد اطلاعي على كثير من الأمور فيما يتعلق بالديانة المسيحية ووجود بعض الأمور التي كانت في نفسي عن الديانة الإسلامية التي كنت أعارضها بشدة، ولكني لا أستطيع الإعلان عنها خوفا على أسرتي على الأقل. وبعدها قررت الالتحاق بزوجتي بالمغرب، خصوصا بعد أن خبر اعتناقها المسيحية بدأ ينتشر عند أقاربها وأهلها، وبدأت التهديدات تنهال عليها لكي أكون قريب منها، ونحن الآن قررنا أن
نترك كل شيء خلفنا ونتجه إلى أمريكا، خوف على أنفسنا وأبنائنا لكي نبدأ حياة جديدة مليئة بالحب والتسامح في ظل ديانة المسيح. ويعود الفضل كل الفضل لزوجتي العزيزة التي سعت لخلاصنا، دمت في ود وراحة وسعة يا دكتورنا الحبيب. آمين. الرب يباركك ويبارك في زوجتك وعيالك ويستخدمكم وين ما تروحوا، سواء بأمريكا أو غير أمريكا، وين ما تروح الرب يستخدمك ويباركك وتكون بركة أيضا لمن حولك، وهم بعد ترجع تتكلم مع أهلك وتكون بركة لهم بالمسيح يسوع. أنا ما أقدر أقول الاسم بس هو اسمه ألف زين، فالرب يباركك يا رب باسم يسوع المسيح. آمين. أحبتي المشاهدين، للأسف لازم نودعكم ونلتقي في الأسبوع القادم، ففي أمان المسيح وأسبوع جيد يكون عليكم جميعا. آمين.